محمد يا روحي. سلطانة، قالوا لي إنك رح تطلع على الحملة مع أبوك. أكيد أنت هلأ كتير مبسوط، وأخيراً ابني الأمير رح يقدر يطلع ويشوف العالم. معناته كمان عرفتي إنه روحتي على السنجق تأجلت وصار مثل ما بدك. محمد، أمي صار اللي بدك إياه، تأجل سفري للسنجق. أنا متفهمة وضعك، بس لا تنسى شو المهم هلأ. طلعتك على الحملة مع السلطان أهم من روحتك على السنجق. بس أنا حابب روح على السنجق بأسرع وقت، وحابب أثبت إني بقدر أتحمل المسؤولية. بعدين لسه مو عارفانين إمتى بدهم يطلعوا على الحملة. ليش ما يكون مولانا السلطان سوى هالشي مشان ينسيني موضوع السنجق؟ محمد، مولانا السلطان بده إياك تحضر حالك منيح لإدارة الدولة. غير هيك أنت بتعرف كيف وضعنا هون، وشو الحكي اللي عم ينحكى بحق أمك. أنت بنفسك سمعته. يا عمري حاول إنك تفهمني، أنا أكتر وحدة بحاجتك هلأ. صدقني أنا كل شي عم بعمله مشانك ومشان مستقبل إخواتك. صار لي سنين وأنا عم حارب الكل حتى أحميكن يا ابني. أنا عايشة مشانكن ومشان السلطان، وبستاهل تضحوا بشي مشاني. مولاي السلطان، أهلا وسهلا يا هيام، تعالي قربي لعندي. سليمان، أنا اليوم كتير سعيدة. لو بملكوني الدنيا كلها ما رح كون سعيدة هيك. هيام، أنت شو قصتك؟ أنا مبسوطة لأنه محمد ما رح يروح على السنجق. هيام، من المفروض أنه نخصص لأختي شهرزاد وعيلتها قصر خاص فيهم، لأنه رح يضلوا هون على طول. سليمان، إذا بدك أنا رح أطلب من الأغوات يجهزوا لهم قصر يليق بالسلطانة شهرزاد وجوزة لطفي باشا، وأنا رح أشرف بنفسي على التحضيرات يا مولاي. ممتاز، اهتمي بالموضوع هيام، لأنه الواضح أنه شهرزاد كتير بتحبك.